السلام عليكم، سي سوسو كويزين. اليوم راح نشوفوا وصفه رائعه تاع لي شوسون. لتحضيرهم يلزمنا نص كاس حليب، نص كاس ماء، ملعقه اكل سكر، ملعقه اكل خميره الخبز. هنا عندنا 3 ملاعق اكل زيت نباتي، 2 ملاعق اكل ياغورت طبيعي او بوتا ياغورت ناتور سوميم. راح نستعملوا ملعقه قهوه تاع خميره كيميائيه مع الفرينه اللي راح نلموا بها. في كاسرونه نحطوا الحليب نص كاس مع الماء ايضا نص كاس والسكر، ونزيدوا لهم الزيت. راح نحطهم فوق النار يسخنوا فقط. بعد ما سخن الخليط نحطهم في الاناء اللي راح نعجنوا فيه، نزيدوا لهم ملعقه اكل تاع الخميره، نخلطهم ونغطيها ونخليها تتفاعل مده 10 دقائق. بعد ما جازوا 10 دقائق نزيدوا له 2 ملاعق تاع الياغورت، ونبدا نزيد الفرينه شويه فقط اللي كنت صيرتها، نحط عليها ملعقه تاع قهوه الخميره، نبدا نعجن ونزيد الفرينه تدريجيا حتى تلتم العجينه تاعنا. نحطها في بول نقي ونغطيها بورق شفاف ونخليها تخمر مده 20 دقيقه. بعد ما خمرت العجينه انا كنت وجدت مكونات الحشوه، عندي صوص طومات، فرماج راهو مقطع مستطيلات، عندي ايضا زيتون اخضر واسود للتزيين، وريقات معدنوس راح نشبه بهم ايضا، سهنوج، جلجلان، وهنا عندي صفار تاع بيض مع شويه تاع قهوه، وهذا الطابع اللي راح نقطعوا به الحبات. ناخذ شويه تاع فرينه في يدي ونهبطوا العجينه، رشوا بلون دو ترافاي بالفرينه، نحلوا العجينه ونقصوا دوائر، نحطوا شويه تاع لاصوص ما تكثروش، نحطوا دوائر تاع الزيتون وفخوماج، ونقفلهم مع الضغط على الجوانب باش ما ينحلوش. نحطهم في سنيوة فيها ورق طهي، وندهنوهم بصفار البيض اللي كنا زدنا له القهوة، وهنا زينتهم بالمعدنوس والزيتون. كما تقدروا ترشوهم بالجلجلان او السهنوج، يبقى التزيين اختياري. وندخلوهم فرن 200 درجة حتى يطيبوا ياخذوا اللون الذهبي كما راكم تشوفوا فيهم. تجي لاباط قطنية، وصفة خفيفة وسهلة وما تاخذش وقت، جربوها وان شاء الله راح تنجحوا فيها.